مبروك لنادي الشرطة، مبروك الإدارة، مبروك الجماهير، مبروك للاعبين الكادر التدريبي الذي حققوا فتشي كان يطمح به جمهورنا. نتمنى التوفيق في الموسم القادم، لكن الجوية والزوراء وكل الفرق كانت نتقوي لنادي الشرطة، لكن نادي الشرطة انه بهذا الموسم كانت استقطابات جيدة. نتمنى انه يواصلون المشوار في الموسم القادم، راح يكون صعب عليهم. اتمنى يكونوا يعدون ويجهزون فريق من المحترفين، من لاعبين على مستوى عالي يساعدون اللاعبين اللي موجودين. نتمنى لهم التوفيق. نادي الشرطة، تعرف نادي الشرطة بالنسبة لي شيء كبير، اتمنى لهم كل التوفيق.